في تمام الساعة 11:38 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا يوم 28 من يناير عام 1986، أقلع مكوك الفضاء تشالنجر من قاعدة كيب كاناديرال بولاية فلوريدا لينفجر بعد 73 ثانية أمام شاشات العالم وموظفي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وعائلات وأصدقاء رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه، بينهم الأكاديمية كريستا ماكوليف أول سيدة مدنية تشارك في رحلة فضائية ليختزل مشهد الكارثة صورة عن خطورة استكشاف الفضاء، فكما هو مصدر مجد للأمم فله أيضاً جانب مظلم. عاد الحديث عن تشالنجر بعد 36 عاماً بعد إعلان عثور غواصين أمريكيين على جزء من حطامه بقاع المحيط الأطلسي بنوفمبر 2022، وهنا لابد من العودة لفهم هذا الحادث الذي يعد سابقة تاريخية لناسا. بعد نجاح برنامج أبولو الفضائي الذي استمر 30 عاماً، أعلنت ناسا عن مشروع برنامج مكوك الفضاء كنقلة ثورية في غزو الفضاء، وأقرب تشبيه لفهمه أنه نوع من الصواريخ بأجنحة تشبه الطائرة وتهبط مثل الطائرة، لكنه يقلع عمودياً ويعتبر ثورة لأنه وفر مبالغ كبيرة وأرسل أكثر من 600 رائد فضاء خارج الأرض وللمحطة الفضائية الدولية، ورفع أكثر من 1,036,000 كيلوغراماً من الحمولات خلال أول 20 عاماً من عمله. ولكن يظل دائماً جانباً سياسياً لغزو الفضاء، بل ترجح الكاتبة آمي شيرا تيتل مؤلفة كتاب الحرب على الفضاء أن اكتشاف الفضاء لا يدفعه حب العلم بل السياسة، وذكرت بمقال لها بموقع ميديوم إن أول مهمة إطلاق لمكوك فضائي STS-1 حدثت في 12 أبريل عام 1981، أي بعد 3 أشهر من تولي رونالد ريغان رئاسة أمريكا. وبعد أسبوعين فقط من نجاته من محاولة اغتيال، فوجدها فرصة لينسب نجاح المهمة لوجوده في الرئاسة، رغم أن المشروع مولته الإدارة التي سبقته. لكنه حسب المقال رأى ريغان في دعم اكتشاف الفضاء قوة تميز فترة رئاسته وسمعته كرئيس، واستغل موظف سابق في ناسا انضم للعمل مع إدارة ريغان هذا الشغف، فعرض على ريغان مشروع محطة فضاء رفض نيكسون بناءها والمصممة لتطوير المكوك، ووافق ريغان لأن مشروع المحطة قدم له على أنه سيكون أساساً لمرحلة جديدة من قيادة أمريكا لاستكشاف الفضاء وانتقال قيادتها لتسعينات القرن وما بعده. لذلك كان وقع كارثة تشالنجر على ريغان كارثياً أيضاً، لأنه عدا عن فقدان الأرواح أثبت أن رؤيته للمكوك على أنه الطريق الوحيد لأمريكا للفضاء كان خاطئاً، وفتحت إدارته تحقيقاً ليتبين وجود خطأ تقني ليتوقف برنامج الفضاء لعامين بعدها ويعود مجدداً بأربع مركبات فضاء، إلا أن المأساة تكررت وفقدت ناسا مكوك كولومبيا عام 2003 بطريق عودته للأرض.